إن شاء الله زي ما قلنا يفصلنا عن الانتخابات. 48 ساعة تبدأ الانتخابات المصرية يوم الأحد المقبل 10-11-12 ديسمبر بإذن الله. أعلنت كمان الأحزاب السياسية تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية قبل ساعات قليلة من بدء المرحلة الأولى من الانتخابات. وطبعا أكيد كل الأحزاب السياسية، وأنا سعيدة كمان يمكن هذه المرة وجود الانتخابات الرئاسية المصرية بأنه عندنا عدد من الأحزاب موجودين على الأرض والجميع بيتابع هذه الانتخابات بشكل كبير. وطبعا دي هتبقى يعني على طول حركة هتقدر تتابع منها بأنه الحركة السياسية فيها زخم مختلف. عندك عدد من الأحزاب، الأحزاب بيشارك فيها عدد كبير من الشباب اللي بدأوا فعلا يمارسوا الحياة السياسية بشكل فيه وعي كبير جدا. هتلاقي حركة مختلفة تماما في هذه الانتخابات، وايضا هتلاقي ايضا وعي كبير جدا من المصريين، وده انا الحقيقه متاكده منه. هنعرف مزيد من التفاصيل عشان نعرف غرفه العمليات الخاصه بالاحزاب المصريه. خليني ابدا بحزب مستقبل وطن، النائب عصام هلال امين عام مساعد الحزب. مساء الخير سياده النائب. مساء الخير يا استاذ شفقة، مساء الخير على مشاهدينا الكرام. يعني 48 ساعة ونبدأ في ممارسة الديمقراطية وأيضا المشاركة المصرية في الانتخابات الرئاسية في المرحلة الأولى، كلمني عن الاستعدادات والعمليات الخاصة بالحزب. خلينا نقول إن إحنا في ماراثون بقالنا فترة تنافسي وتكاملي ما بين كل الأطراف السياسية لاستحقاق والأهم في تاريخ الدولة المصرية، في تاريخ أي دولة، هو الاستحقاق الرئاسي. خلينا نقول ان احنا خلال الفتره الماضيه شهدنا مشهد يمكن سياسي متطور، مشهد انتخابي جيد نستطيع ان نقول ان نتباهى به. لاول مره او منذ فترات كبيره لم نرى اكثر من منافس على انتخابات هي الاهم، هي الانتخابات الرئاسيه. ثلاثه منهم من ضمن اربعه هم منتمين الى احزاب سياسيه. صحيح. فبالتالي ده بينعكس ان احنا عندنا دلوقتي احزاب سياسيه قويه، حياه سياسيه ناضجه، نطمع الى كثير اكثر من النضوج الحالي. وخليني اقول لحضرتك خلال الفتره اللي فاتت احنا يمكن الساحه السياسيه المصريه وتحديدا داخل حزب مستقبل الوطن وكل الاحزاب المؤيده والداعمه لمرشحنا المرشح الرئاسي السابق فتحي السيسي شهدت حراك غير طبيعي على مدار 27 محافظه. تمام. وعلى مدار كل اقسام جمهوريه مصر العربيه. خليني اقول لحضرتك احنا كحزب مستقبل الوطن نملك تنظيم حزبي يمكن موجود داخل كل اقسامنا 367 قسم ومركز وكل محافظات. ويمكن احزاب اخرى برضه معانا مواليه وداعمه لمرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيانات سياسيه كثيره مؤيده شهدت يمكن شاهدنا والكل شاهد. يمكن برضه خليني من هنا احيي الاعلام المصري اللي اتسعت المساحه دي لكل المتنافسين في الانتخابات الرئاسيه، واتسعت المساحه وعرض كل اللي موجود على الارض المصريه. نستطيع ان احنا من خلاله نقول ان احنا فعلا امام انتخابات تنافسيه وامام ديمقراطيه حقيقيه. والكل يعني حس بقى بالمنظور المهم للدوله المصريه. يمكن احنا في كثير من احاديثنا يمكن ده برضو من الملاحظات الجيده ان في كان كثير حتى على الرغم من تاييدهم لمرشحنا المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن كانت الدعوه الرئيسيه هي المشاركه. المشاركة الإيجابية. وهنا اسمح لي أسألك سؤال سريع جدا سيادة النائب، وتقول لي نسبة المشاركة المتوقعة كما شاهدتموها في عدد من المؤتمرات اللي عملتوها. خليني أقول لحضرتك إحنا يمكن إحنا حتى دايما نقول الكلام ده، إحنا عندنا منافسين نحترمهم ونقدرهم، وإحنا برضو إحنا لينا مرشح اللي هو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إحنا عندنا منافس تاني موجود أمامنا وهو أرقامه السابقة. أرقامه السابقة هو بالنسبة لنا منافس تاني، فبالتالي صحيح. الجميع بيتبارى إنه يهزم هذا المنافس وإنه يعلى عليه وإنه ياخد أرقام أكبر. اللي أنا شاهدته والمؤشر الخارجي في انتخابات المصريين في الخارج ومن نتاج المؤتمرات اللي تمت من خلال مستقبل الوطن ومن خلال الكيانات المؤيدة كلها، أستطيع إن أنا وبكل اطمئنان وبكل ثقة إن أقول لحضرتك إن شاء الله تعالى نسب المشاركة ستكون أعلى مما سبق. أكيد. لأن برضه خليني أقول لحضرتك الآن الجميع أصبح مدرك لأهمية هذه المشاركة. صحيح. وأنا بتفق جدا معاك، لأنه يعني الظرف كمان وما يحدث أيضا وما تقوم به مصر الحقيقة واضح جدا لكل مواطن وللشعب بشكل كبير. أشكرك جدا النائب عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن.